السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ عندنا النهاردة درس جديد اسمه ايه؟ الشدة. الدرس اسمه ايه؟ الشدة. طيب يعني ايه الشدة؟ شدة ادغام حرفين، الاول بيكون ساكن اللي هو عليه كحكة بسكر، والثاني بيكون متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني فتحة او كسرة او ضمة. طيب في الكتابة ينفع اكتب حرفين وتقال ولا اكتب حرف واحد؟ قالت هتكتبي حرف واحد. تمام. طب شكل الشدة ازاي؟ ادي انا شد، اما بكتب فوق الحرف ثلاث سنون صغيرة بتوع السين، ثلاث سنون صغيرة بتوع الايه؟ السين، اما عليا فتحة او تحتيه كسرة او عليا ضمة. طيب اما بيكون عليها فتحة او كسرة او ضمة، طيب قالت لما بيكون عليا فتحة زي كلمة سيارة بتتنطق كم مرة؟ مرتين. طيب ايه الحرف اللي بيتنطق مرتين؟ الياء. احسنتم. طيب حرف الياء اصله ياء ساكنه وياء متحركه، اصلها ياء ساكنه وياء ايه؟ متحركه. طيب لما اجي اكتبه ينفع اكتب ينفع اقول سيارة؟ ينفع اقول سيارة؟ لا. اي حرف الياء بيكتب كم مره؟ مره واحده. بيكتب كم مره؟ مره واحده. طيب ينفع احط السكون تاني؟ السكون قالت لك لا. لما تيجي تكتبوني اكتبوني مكان الايه؟ الشده. اكتبوا مكان الايه؟ الشده. طيب انت يا ياء عليكي فتح؟ قالت لا اكتبوني فوق الايه؟ الشده. بس تنطق كم مره؟ مرتين. هتنطق كم مره؟ مرتين. طب اقرايني كده، سياره. يبقى الشده كم حرف؟ حرفين. بس بيتكتب كم مرة؟ حرف كم مرة؟ مرة واحدة. الأول بيكون إيه؟ ساكن وعليك كحكة بسكر ده، والثاني بيكون متحرك. طيب لما بيكون مكسور زي مثلا إيه؟ المدري. المدري ري ري، ها يبقى الراء هنا إيه؟ تمام. بكتبنا قلنا الراء نكتبها مرتين؟ لا، نكتبها كم مرة؟ مرة واحدة. طب الأول بيكون إيه؟ ساكن. ينفع نقول نحط السكون؟ قلنا نحط مكان السكون إيه؟ شد. أحسنتم. تحتيها كسرة. احسنتم يا اصحابي. طيب لما بيكون عليها ضم انو، طيب انو ها حرف ايه؟ النون. اكتب الحرف النون مرتين؟ لا. احسنتم. الاول بيكون ايه؟ ساكن، والثاني بيكون متحرك. طيب ينفع اقول انو النور؟ لا. يعني كده هنبقى الحرف هيكتب كم مره؟ مره واحده. طيب النون السكون دي هنكتبها سكون برضو؟ لا، هنكتب فوقها الايه؟ الشده. نكتب فوقها الايه؟ الشده. والنون اللي عليها ضمه دي اتضمت فوق، فوق الشده، الضمه فوق الشده. زي ماشي. ناخد مثال تاني زي كلمه الحج. الحج. طيب الحج، الجيم الحرف اللي اتنطق مرتين كده؟ الحج. الحج الجيم. طيب اصل الحرف ده ايه؟ حرفين، حرف ساكن والثاني متحرك. اصله كم مره؟ كم مره؟ اتنين. يكتب كم مره؟ حرف مره ساكن ومره متحرك. ينفع اكتب اقول الحججو؟ لا. قال الحج الجيم قالت هتتكتب كم مره؟ مره واحده. طيب والسكون دي احط السكون تاني عليها؟ قالت لا، تكتبه مكان السكون ايه؟ شده، اللي هي كام سنه؟ واحد اثنان ثلاث صغننين. والضمه قالت انا فوق الايه؟ فوق الشده. تمام. يبقى الشده كم حرف؟ يبقى الشده اصلها كم حرف؟ حرفين، الاول بيكون ساكن والثاني بيكون متحرك. بكتب الحرفين ولا بكتب حرف واحد؟ حرف واحد. تمام. واما بيكون ايه؟ اما عليها فتحه، اما كسره، اما ضمه. احسنتم يا اصحابي. تعالوا مع بعض كده نفكر ونشوف. طيب بيقول لك كلمات بالشده بالفتحه. طيب المعلي. لي المعلي، ايه الحرف اللي اتنطق مرتين؟ ها حرف ايه؟ اللام. طيب المعلي، ها اللام على اصلها ساكن ومتحرك. طيب هنا بقى المعلي لي، ها عليه ايه؟ كسره. يبقى مشدد بالفتحه ولا بالكسره ولا بالضمه؟ بالكسره. احسنتم. طيب امي، ها امي حرف ايه اللي اتشد؟ الميم. احسنتم. طيب الميم عليها ايه؟ قلنا الميم اصلها كم حرف؟ اتنين، الاول ايه؟ ساكن والثاني متحرك. احسنتم. طيب ها امي، ام او او امي، امي ها امي، مي 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 كسره. احسنتم. طيب انو، انو نو 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 ضمة. أحسنتم. طب الطا، الطا طا طا حرف الطاء اللي عليه الشدة. أحسنتم. طب بالفتحة ولا الكسرة ولا الضمة؟ ها بالفتحة.